قبل كل شيء نتمنى فوز منتخب مصر ان شاء الله بعد شويه مثل فوز الفيلم فيلم الممر. فيلم الممر راح اتكلم عنه ان شاء الله بشكل اكثر تفصيلا في القراءه القادمه ان شاء الله راح تشوفونها قريبا. بس اللي اقدر اقول عليه معمول الفيلم بشكل جاد وجديه من ناحيه الادوات الفنيه، وباين الشغل الاخراجي، وباين ايضا الشغل المونتاج، وباين ايضا الشغل الفنيات بشكل عام قويه جدا في هذا الفيلم. وقلما نشاهد افلام مصريه حربيه تكون بهذه القوه، يعني يمكن يعني قليله الافلام الحربيه، والفيلم لا يقل اهتماما او قوه عن بعض الافلام الحربيه العالميه. هذا اللي اقدر اقول عليه الحين، بس انتظروا قراءتي باكر.